Zone Mixte. Vous avez un ami جديد de la Zone Mixte, ou le Fambalou, ou le Taraji, ou le Taraji avait tout le tatouage de l'équipe de Tunis 2020-2021, avec une récemment, après le فوز منذ قليل على ملعب التونسي, 1 بلاش هدف عبد القادر بدران. نحكيو على التتويج هذا وكذلك على التراج نتاع لانكاف دو فينال في الشامبيونز ليغ الافريقيه مع اللاعب السابق الفريق سامي العروسي. سامي اهلا بك. اهلا بك. غالب المستمعين كلها تفهم. قبل ما نحكيو سامي على الشامبيونز ليغ ظهر لي خلينا نقولوا كل عادة فما حاجة جديدة. ترجي بطل كل موسم تقريبا, كل ما نشوف فريق اثنين يصعد ولا الا ديما ترجي هو البطل وهو المسيطر على البطولة في تونس. كما قلت ترجي في الاعوام الاخيرة يعني يلعب يعني امكانيات كبيرة برشا, معناتها لاعبية افكتيف إدارة نيزة تنظيم, يعني البطولة التونسية يعني اللي يمكن الفريق الوحيد اللي قاعد يعني نظم يعني في التنظيم تاعو يعني الإداري والإنترنتور تاعو 3 سنين توا, معناتها نتائج إمكانيات كما قلت لك, عنده زوز فرق ينجم يعمل حتى زوز فرق ينجم يجي له ثاني. الترجي كالعادة نتاعو يمكن الفرق الأخرى يعني تحت شيء ولا نقصت ولا في الامكانيات ولا تحت شيء في النيفو, لكن الترجي قاعد بالكيليبر نتاعو, وهذا اكبر حصيله يعني تقريبا ثاني اكبر حصيله بعد 7 بطولات اللي تحصلنا عليهم. هو يتشابه الموضوع يتشابه طويل يتشابه البعض, عملنا فريق كبير هزينا 7 بطولات ورا بعضهم, بدينا الترجي تو الفريق نتاعو يعني بخمسة بطولات ينجم يوصل لسبعة وينجم حتى ارقام اخرى, خاطر يعني كما قلت لك برشا خدمه برشا امكانيات برشا نظام برشا راي جمعيه يعني موفر كل شيء موفر الامكانيات كل. والترجي تو تقريبا معناتها البطوله التونسيه حتى الجماهير ما عادش تفرح بها, تذكر انا البطوله التونسيه كنا لازم ننزلوا فيها ب 13 بوان و 12 بوان, رجعت شويه الترجي فاز في الشامبيونات ب 10 بوان, ضعفت برشا الكره التونسيه والترجي قعد في المستوى نتاعو. ان شاء الله تو الجماهير الكل يعني نصف فرحه ماهوش فرحه باه فرحه من البطوله, لكن تو التركيز خير توفى البطوله تويكا خير باش نمشي التركيز للشامبيونز ليغ يعني حتى باش نقولوا احنا التفكير الكل يمشي للشامبيونز ليغ. الشامبيونز ليغ مقابلة الشباب بالوزداد ظل القرعه جنب الترجي الاقوى في التصنيف الثاني الفريق الاهلي المصري, في المقابل مواجهه مع شباب الوزداد الفريق مش في قيمه الاهلي صحيح, لكنه فريق كان اقصى ما زنبي كان بطل الجزائر الموسم الماضي. هو لو اذا كان مش نحكي كوره معناتها ذي لغه معناتها فريق ضعيف وفريق قوي تو في الابتار الاخيره يعني ما عادش تتقال تو باش تتقال شكون اللي حاضر في سيرتيرا شكون اللي يلعب خير شكون الكاترونديس شكون اللي باش يحضر معناتها المقابله نتاعو خير شكون اللي باش حتى تو معناتها على الورق يعني صعيب. بون ترجي فريق كبير ترجي من الفرق المرشحه باش تهز الشامبيونز ليغ, لكن يزن نقراو حساب كل مقابله كل يعني نتيجه نقراو حسابنا ونحضروا المقابلات نتاعنا ماتش بار ماتش يعني ما ندخلوش في الهستيريا نتاع انه الشامبيونز ليغ هذايا يعني تخدم على لا تخدم ماتش بار ماتش تخدم حتى بال نقولوا احنا ب 90 دقيقة تخدم اللي تخدم روتور تخدم حتى بال كيما نقولوا احنا يعني بالنظام أكثر والتركيز أكثر باش نجم تخرج من المقابلات نتاعك. سيرتو كيما قلت أنت شباب الشباب الجزائرية بالوزداد يعني اقصى ما ذنبي وكان عامله هو البطل تاع الجزائر وتفرجت فيه انا يعني حتى في يلعب في الكونغو يعني تفرجت فيه كمقابله عدى مقابله كبيره حتى ما ذنبي ما نجمش تلف ظهر لي اما على 0-0 يعني نجم يدافع ينجم تكتيكمون يعني نجم يقبل كدا ينجم يقلقنا هذا هو ينجم يقلقنا احنا اللي الفريق يجي يبدا لك منظم التالي ينجم يقلقك. انك تجنبت الاهلي في تور كيما هكا سامي حاجه باهيه والا كان لازم ترجي في فورما توا الاهلي في فتره تشك شويه كان لازم كان لعبنا ضدهم نخرجوهم من توا. الاهلي بطبيعته جد مع صن داونز يعني زوج فرق هذوما يعني القمه نتاع تور ايه فوالا يعني باش نحي منهم واحده خلينا نحيوا بعضهم هما صن داونز والاهلي باش يخرج منهم واحده يعني هما زوج فرق مرشحين يعني صن داونز فريق كبير وصناعة عامل ظهر امكانيات برشا فريق يعني
قال يربح خمسة حتى شباب الوزاز يربح خمسة في الجزائر معناتها. يعني فريق كبير برشا يعني سناء وفريق ذو إمكانيات هجومية كبيرة برشا. الأهلي وصن داونز زاد مقابلة كبيرة ومقابلة ستخرج منهم واحد. الأهلي الوداد هي في اللي تروا تور. يمكن الوداد هي اللي باش يخلط لها فريق واحد قوي يعني. أي طريقها سالك. أي الطريق نتاع الترجي يمكن باش يبدا في الدوزيام تور باش يبدا مع صن داونز ولا الأهلي اللي باش يكون زاد صعيب. لكن زاد ما تنجمش تعرف اللي لو مرات كي تاخذ ريتم تاع الماتشات الكبار تقعد في النيفو هذاك تنجم تاخذ ريتم تاع ماتش صغير وما تعرفش النيفو نتاعك لكن كي تاخذ ريتم ماتش كبير من الاول يولي فابوري وتولي عندك الامكانيات تولي عندك زاد كيما نقولوا احنا البسيسيك يعني تدخل بسيسيك مخير لجماعه اخرى تقول انا خرجت انا فريق كبير ولا انا اقوى لكن كيما قلت لك الاهلي صن داونز باش يخرج منهم واحد وما يجيش على يدينا هكا هو باش نقابلوا في الدومي فينال ان شاء الله احنا نترشحوا على الفريق الجزائري هذايا وان شاء الله نكونوا موجودين حتى في النهائي وكما قلت الوداد ظهر لي الطريق هي كما قلت سالك اكثر واحد سالك في الكاس. واضح يعطيك الصحة شكرا لك سامي على كل التفاصيل والايضاحات الفنية التي تنبيها بخصوص قرعة الشامبيونز ليغ الافريقية كذلك تتويج ترجي بطل للموسم الحالي. الاخبار مع فدوى تركي بعد راجعين كاملين زون ميكس حتى الخمسة.